السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي مغاربة، جيت اليوم ندوي على مشكل ديالي ونعاود القصة ديالي، وكنتمنى توصل الجهات المسؤولة إن شاء الله ويتعاد النظر في القضية ديالي اللي تحكمت فيها ظلما وعدوانا في الشهر جوج اللي وقع لي واحد المشكل كبير من طرف الزوجة ديالي اللي هي كتسكن في الدرارقة في إيكيدار في الدرارقة. المهم أنا تزوجت بها، هاد السيدة ما كانتش شي فترة كثيرة، يلا تزوجنا بشهر وتعرضت أنا لهاد القضية هادي اللي كانت صدفة وكانت صدمة بالنسبة لي، وكانت تتهمني بواحد التهم اللي هي خايبة، والشكاية اللي دارتها الأم ديالها ف يعني مدة ديال 3 أيام تقريبا، تلقى ماشي تلقى عليها القبض أنا، ولكن جاو داوها من الدار هي و يعني وطلبوا أني نمشي عندهم. فاش مشيت عندهم اتهمني بالضرب تقريبا 3 أيام باش درت الشكاية، غيكون بحال نهار الجمعة، ونهار الاثنين جاو لي على الدار وداوها بالإذن ديال الوكيل الملك ديال إنزكان. نهار الاثنين أنا كنت خارج مشيت للخدمة ديالي، من بعد كنتفاجئ بمالين الدار عيطوا ليا وقالوا لي تلحق على الدرك الملكي ديال التمسية. وفاش مشيت لقيت أن السيدة دايرة جروح في يديها، بأن وكتبين لهم بأن راه مكتفة من يديها ومن رجليها، وتتقول لهم ودار جروح يعني هنا ديالها الساعدين ديالها، وباش تبين بانه انا مارست عليها الجنس بالعنف، وهي تكل عرض كما كتقول لهم وكما صرحت الدرك الملكي. من بعد ما صدماتني بهذه القضيه هذه، انا طالبت ديك الساعات باجراء فحص طبي من لدن طبيبه شرعيه اللي يعني احيلت عليها في النهار نفسه، هذاك النهار فاش جيت عندهم وداوها ورجعوا، يعني كانوا مشاو ورجعوا، يعني ما لقاوش طبيبه او لا ما عرفش كان عندهم شي مشكل، وداوها النهار الاخر. يعني قالوا لي سير انت سير لداركم، بالله عليكم دابا واش يكون شي مشكل ديال اجرام ولا يكون ارتكاب جريمة ولا جنحة، كما قالوا لي كما لبسوا لي جنحة جنحي تلبسي، بالله عليكم هذا الوكيل هذا واش غيطلقني في هذيك اللحظة؟ لو كان تبت عليا، لو كان أني ضربتها ولقيتو فيها الجروح، لأن الجروح راه باينين، هذاك الشيء باين واضح، وضوح الشمس في وسط النهار، هذاك الشيء راه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الظلم هذا راه ما غاديش نسكت عليه، وبغيت حقي يبان. علاش؟ لانه هذه ما كتكذبش، هذه شهاده طبيه ديال طبيبه محلفه اللي داوها الدرك الملكي ديال التمسيه بالاذن ديال الوكيل سيد الوكيل ديال انزكان، اللي دار لي في الدوسي هنايا أنه كاين متهم بارتكابه داخل الدائرة القضائية إلى آخره، ولم يمضى عليه أمد تقادم الجنحي للأفعال العنف في حق الأصول والسرقة. والشكاية عندي نعم سيدي أسيد الوكيل، أرى فيها شكاية تتعلق بالضرب والجرح والاحتجاز وتهديد بالقتل. والمرأة تقول كلام أخر، المرأة ديالي تقول أنه كيمارس عليا المحرمات وشدني وكتفني الى اخره وضربني وهذا وهذا، وتبنات عليه الشكايه وما دارش في الشكايه بان انا مارست عليها، وفعلا ضبطوا عليا اني مارست عليها العنف بالجنس وكذا وكذا، داكشي اللي سقطوا ليا. ولكن ملي بان هذا الشيء هذا، علاش رديتوني من الجنايات عدم اختصاص؟ رديتوني لانزكان وفي نفس الوقت لصقتوا ليا اني مارست العنف، والعنف ما مارستوش عليها وما كنتش في الدار،
وهاد الناس هادو باش نعاود نصرح ونكون صريح في هاد المشكل ديالي، ان هاد السيدة سبب ديال ان ما بغاتش تستقر معايا في الدار في المنزل ديالي اللي كاين فيه انا والوالدين ديالي بجوج فقط، والوالدين ماشي باقيين صغار، الوالدين كبار، ما يمكنش لي نخرج ونخليهم. كطالبني اني نمشي نكري مع نهار 7 ايام، وفين نمشي لبوجدور عند اختها في بوجدور. ما كتراعيوش الانسانيه وما فيكمش الحس ديال يعني ديال تا بنادميت، ما كاينش انسانيه، ما كتدورش فينا وفي دمنا في هذا العصر، ولا ما عرفتش انا فين وصلنا. المهم هاد السيده من بعد ما كطالبني اني عزل بوحدها وكذا وهذا، مرارا وتكرارا كنجي للدار تتقول لي نفس الهضره. تنوصل للدار هي تتقول لي ما غاديش نجلس هنا وما غاديش نجلس انا في هاد الدار هادي، خص تكري ليا، خص نخرجوا، ما نبقاش انا ما نستقرش معاك. والسيده نفس فاش مشيت عندها فاش خطبتها ملي خدمت عندهم في الدار في شهر 11 خدمت عندهم في الدار، كملت لهم الخدمة، السيدة تزوجت بها. ما كنتش أنا ناوي على الزواج ومشيت تزوجت، السيدة كتبان لي يتيمة، وقلت أنا ربي غادي بحال، قلت أنا فرحت وعندي أمل كبير، والسيدة يتيمة وعندي أجر وهذا وهذا. المهم ملي نهار 15 في شهر 12 مشيت درت العقد، وبلي ملي الام ديالها كتاكد عليا خصك تسربي دير الوريقات ديالك اش كتسنى ولدي وهادي، ومشيت انا كنجري وجمعت الوراق ديالي ودرت العقد، تزوجت كما كيديروا الناس، ما درتش شي حاجه خايبه وما درتش شي حاجه اللي هي. المهم تزوجنا نهار 4 في شهر 1. من وراها فاش تزوجت يعني قلت انا بخير وعلى خير، ما كانش عندي فلوس، ما كانش عندي الماده باش اني نتكلف بهذا العرس وهادشي، ولكن درت مجهود، درت المجهود اللي اكثر من المجهود، والحمد لله ربي يسر ليا وتزوجت ودرت داك العرس بواحد الثمن اللي كنسلف من هنا ونطيح من هنا وهادي وهذا حتى درت هذا العرس. وداز هذا العرس داز ايامات يعني، وكتقترح عليا الزوجه ان ضروري غتمشي تسافر لبوجدور بزز، هادشي حتى الام ديالها تتقول لي وجد الترونسبور ديالك راه في لهنا، راه عندي فلوس باش نمشيو لبوجدور عند اختها. يعني من وراها انا تنقول لها تنبرد شويه بشويه، تنقول لها انا يمكن السيده مازال ما ولفاتش. من بعد 15 يوم تقريبا لقيت عندها هادشي ديال الشعواده في البيت ديالي، فاش لقيته ويعني ماشي الحمد لله ماشي شي واحد اللي كابر في الزنقه ولا مبوق ولا كيضرب ولا، هضرت معاه بواحد الاداب واحد الاسلوب ديال ولاد الناس. والسيده تنقول انا ديما عندي فكره بان السيده يتيمه ما غاديش نتعداها، وزيد عليها انها امراه، حنا مع حقوق المراه الحمد لله، ولكن ماشي بهذا الاسلوب وهذه الطريقه هذه اللي كيتهانوا فيها احنا الرجال. ماشي هي كانت تهانوا، لانه انا ماشي غير اهانه، هذه انا راه ضعت في حقي 3 شهور ديال السجن تحكمت بها، تحكمت 3 شهور ديال السجن و10000 درهم، ومن بعد زادوا لي 5000 درهم. علاش زدتوا 5000 درهم؟ علاش زدتوا في الاستئناف؟ علاش نقصتوا لي سيمانه الحبس وزدتوا لي فيها 5000 درهم؟ علاش؟ واش هذا هو القضاء في المغرب؟ واش هذا هو العدل؟ واش هذه هي المساواه؟ هادي كنوجه من هذا المنبر الاعلامي، كنوجه رساله لسيدنا الله ينصرو والسلطات المعنيه بهذا الامر، النيابه العامه في الرباط لاعاده النظر في هذا الدوسي هذا، وشكرا.